ننطلق إلى الهند لنتعرف على الأسباب التي جعلت أهل منطقة بيهار يتعلمون اللغة العربية. هذا التوجه جعل حوالي 2800 شخص يجيدون التحدث باللغة العربية، كما يقدر عدد المتحدثين بها في مجمل بلاد الهند ب 51,000 شخص. على المضاف لا تجيء ألف ولا. اسمي محمد توفيق، أنا مدير مركز الخير لتعليم اللغة العربية والدراسات الإسلامية. أنا تعلمت اللغة العربية بقراءة الكتب العربية والصحف والمجلات وبتمرين الكتابة والمحادثة تحت إشراف الأساتذة الأجلاء. هذا باب، هذا كتاب، من هذا ومن ذلك؟ أنا تخرجت في دار العلوم ندبة العلماء، وبعد ذلك حصلت على شهادة البكالوريوس بجامعة الملية الإسلامية، وبعد حصلت على شهادة الماجستير بجامعة دلهي، وشهادة الماجستير في الفلسفة بجامعة دلهي. مراعيا تحت المكتب. تحت المكتب. ينقسم الناس إلى قسمين في الهند، قسم يتعلم اللغة العربية كي يفهموا اللغة العربية باعتبار كونها لغة القرآن. مدرس، where is the teacher's bag؟ والقسم الثاني يتعلمها لأن يعمل في الخليج في البلدان العربية. الشيرمان يبات كهي جاي هي كأنا العبد المسيء وعصيت سرا كما هو بنداهو.